أول خبر معانا النهارده قرعة مرحلة المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا نسخة 2022-23 اللي بيشارك فيها من مصر فريقين الأهلي والزمالك. والقرعة دي أوقعت فريق النادي الأهلي في المجموعة الثانية واللي ضمت معاه كل من أندية سان داونز الجنوب أفريقي، الهلال السوداني والقطن الكاميروني. وطبعا الأهلي بيمتلك رقم قياسي في التتويج بدوري أبطال إفريقيا برصيد 10 ألقاب، اخرهم كان في سنه 2021. يعني سان داونز تاني. يعني ربنا يستر.